بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة الأسبوع العاشر مادة تجهيز القياس، الفرقة الأولى شعبة الهندسة الكهربية، معكم الدكتور وليد صلاح. هنتكلم بقى إن شاء الله في الشابتر 5 على الباور ميجرمنت أو قياس القدرة الكهربية. القدرة الكهربية طبعا هي أمر ضروري، أو قياس الطاقة الكهربية أمر ضروري في الصناعة كما هو الحال في التطبيقات التجارية أو حتى المحلية. التقدير المسبق والإقصاء اللاحق لمتطلبات الطاقة الفورية والقصوى لأي تركيب إلزامية لتصميم وتشغيل وصيانة شبكة إمدادات الطاقة الكهربية طبعا اللي بتغذيها، وبالتالي لو في عند نقص في الطلب على الطاقة ده بيؤدي إلى تبكير من ملحقات جانب إمداد الطاقة، وبالتالي يمكن أن ينتهي التقدير المفرط مع الإفراط في التصميم وتكلفة إضافية للتركيب. وعشان كده كان من الحاجات الأساسية إن إحنا لابد إن إحنا إيه نقيس أو بنقيس بشكل دقيق الطاقة الكهربية وحسابها وقياسها. طبعا دي مصدر أساسي في تصميمات المنشآت الجديدة أو أيا كان أنت عايز تعمل تصميم لإيه. عشان كده إحنا ركزنا في الفصل ده على إزاي نقيس طبعا أساليب وأدوات قياس الطاقة طبعا في دوائر الدي سي والإي سي. لو اتكلمت على اول حاجه بنقيس الباور ميجرمنت ان دي سي سيركت، طبعا خدت انت الكلام ده في السيركت ولكن احنا بنراجعه معاك كريفيو. زي ما انت شايف انا عندي دايره المصدر او دايره الكهربائيه البسيطه خالص في حاله دي سي، في عند مصدر وعند حمل. طبعا عشان اقيس انا القدره الكهربيه في دايره دي سي محتاج بس فولتميتر يقيس لي الجهد واميتر يقيس لي التيار. بس احنا هنا عملنا شكل مختلف شويه، عملنا تو بوزيشن لوضع أجهزة القياس. في الكيس الأولانية اللي هي الـ A خلينا الفولتميتر قريب من اللود والأميتر قريب من المصدر. في الكيس B خلينا الفولتميتر قريب من المصدر والأميتر قريب من اللود، وهنشوف فرق في القياس ولا مش هنشوف فرق في القياس. فبالطبيعي إن الباور عبارة عن الـ IR في الـ VR، يعني القدرة اللي على الحمل بتساوي الجهد بتاع الحمل في التيار اللي هيمر في الحمل. يبقى البي ار الباور عبارة عن الاي ار في مين في 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 الفي ار. طيب الباور بقى المستهلكة في اللود بتساوي طبعا الفي ار في الاي ار. طيب الفي ار عرفناه، طب الاي ار عبارة عن ايه؟ نرجع للدايرة، ادي الاي ار المصدر الاساسي عندك مين؟ لو اتكلمنا على الكيس ايه، الاي اس ده مصدر الاساس عباره عن الاي ار زائد الاي في، يبقى اذا الاي عباره عن الاي اس ناقص مين ناقص الاي في، هو ده اللي حصل بالفعل. يبقى اذا تساوي الفي ار في اي اس ناقص مين ناقص الاي في اللي هي مين اللي هي قيمه الاي ار. وبالتالي لو انا وزعت الفي ار على الاي اس والاي في هيبقى اذا الباور بتساوي الفي ار اي اس ناقص الفي ار في الاي في. طب انا لسه قايل دلوقتي ان اصلا الاي ار هنا اهو يبقى الفي ار في الفي اس خلاص. طيب هنا قيمة مين بقى؟ قيمة الاي في بتساوي ايه؟ الاي في ده الاي في بتساوي ايه؟ الاي في هتساوي مين بقى؟ هتساوي الفي ار على مين؟ على الار في. هتساوي الفي ار على مين؟ على الار في. طب عوض هنا بقيمة الـ اي في في ار على مين؟ على ار في. يبقى اذا في ار في في ار يبقى في ار تربيع على مين؟ على الـ ار في. يبقى اذا الباور هنا في الكيس الاولانية بتساوي الـ في ار في الـ اي اس ناقص الـ في ار تربيع على مين؟ على الـ ار في. يبقى اذا الباور consumed by the load بتساوي الباور indicating او indicated by an experiment ناقص الباور لوس ان ايه؟ ان فولتميتر. يبقى اذا الباور applied على فولتميتر عبارة عن الـ في ار تربيع على الـ ار في. طب لو احنا اتكلمنا على الكيس بي بقى، الكيس بي اللي هي دي الشكل ده، ان الاميتر هو القريب من اللود والفولتميتر قريب من مين؟ من المصدر بتاعي. هنقوله ان الفولتج دروب اكروس اميتر، لو بتكلم على الاميتر هنا الفي اي بتساوي ايه؟ الفي طبعا الجهد بيساوي الاي في مين؟ في الار. بالفعل قال لك ان الفي ار بتساوي اي ار في مين؟ في الار اي. نفس اللي هنعمله هنحسب الباور كونسيومد باي ذا لود بتساوي الفي ار في الاي ار. طب الفي ار بتساوي ايه؟ الفي ار هتساوي الاف في هنا بيساوي الفي اس المصدر الاساسي ناقص الفولتج دروب اللي حصل عندك في الطريق. ايه الفولتج دروب ده؟ ان الفي ار عباره عن الفي اس ناقص مين؟ ناقص الفي اي. بالفعل يبقى اذا هو بتساوي الفي ار الفي اس ناقص الفي في مين؟ في الاي
هعوض هنا، اوزع هنا الاي ار في القوس واعوض بقيمه الفي اي، ده اللي عمله الفي اس في الاي ار ناقص الفي اي في الاي ار، ده اللي عمله هنا اهو، وزع الاي ار على القوس يبقى اي ار في اس اي ار ناقص الفي اي في الاي ار، وهنعوض هنا بقيمه الاي الفي اي اللي هي عباره عن مين، الفي اي عباره عن اي ار في مين، في الار اي، يبقى اذا الباور هنا انديكيتد هتساوي الفي اس في الاي ار ناقص الاي ار تربيع في الار اي اللي هي الباور لوس فين، في الاميتر. يبقى الكيس الاولانيه الباور لوسز الفي ار تربيع على الار في دي القدره المفقوده في الفولتميتر، في الكيس الثانيه لما يبقى هو الاميتر القريب من اللود هيساوي الاي ار تربيع في قيمه الار اي. يبقى اذا الباور انديكيتد بتساوي الباور كونسيومد زائد او بلس الباور لوس ان ايه ان اميتر. دي تو كيسز اللي احنا خدناها. يبقى اذا لو انا عندي الكيس الاولانيه الباور هتساوي ايه، الباور هتساوي الفي ار اي اس ناقص الفي ار تربيع على الار في. الكيس الثانيه اللي هي بي لو كان الاميتر هو قريب من اللود والفولتميتر قريب من المصدر، يبقى الباور انديكيتد الباور اللي انا هشوفها على اللود عباره عن الفي اس اي ار ناقص الاي ار تربيع في الار اي بمنتهى البساطه. يبقى انا عشان احسب اقيس القدره في دوائر الدي سي محتاج بس اجهزه قياس باور، فولتميتر يقيس الجهد، واميتر يقيس التيار، وخلاص على كده. ناخد مثال عشان نفهم القصه دي. قال لك تو اند طبعا انديكيتنج سنت دامب ويز 80 اوم اند 120 اوم، في عندك لمبتين القدره بتاع القيمه الاوميه بتاعتهم 80 اوم و120 اوم. الريزيستنس ار كونكتد ان سيريز ويز 200 فولت دي سي، يتوصلوا بالتوالي مع مصدر قيمته 200 فولت دي سي سورس. ايه المطلوب؟ فايند ذا ايرورز ان ميجرمنت اوف باور، عاوز نسبه الخطا اللي هقيسها قيمه القدره في اللمبه ان ذا مين اوم لام يوزنج ذا فولتميتر ويز انترنال ريزيستنس. لما يبقى عندك فولتميتر متوصل مع اللمبه بقوه المقاومه الداخليه بتاعته 100 كيلو اوم، اند اميتر ويز انترنال ريزيستنس اوف 1/100 ملي اوم، وعندك اميتر المقاومه الداخليه ليه 1/100 ملي اوم. امتى الكلام ده؟ في حالتين، وين ايه؟ اذا فولتميتر از كونكتد نير ذا لامب ذان ذا اميتر، اما يبقى فولتميتر قريب جدا من اللمبه عن الاميتر. وفي الكيس الثانيه وين ذا اميتر از كونكتد نير تو لامب ذان ذا ايه ذا فولتميتر. يبقى نفس الحالتين اللي احنا خدناهم دلوقتي، ولكن ده في شكل لمبات. يبقى اذا في الحاله الاولانيه لو الفولتميتر قريب من اللمبه، هنشوف الكلام ده بالرسم، دي الكيس الاولانيه لو الفولتميتر هو اللي قريب من اللمبه اللي هي ال 80 والاميتر قريب من اللمبه اللي هي ال 120. الكيس الثانيه لو الاميتر هو القريب من اللمبه ال 80 والفولتميتر قريب من مين؟ من اللمبه 120 او قريب من المصدر. نشوف نحسب نشوف المساله هتمشي ازاي. طبعا اول حاجه في خطوات الحل طبعا هنفترض ان احنا بنحسب الاول الترو باور، وده هتحصل في حاله الايديال ايه ميجرمنت. هيفترض ان الاجهزه القياس ديت ايديال ريزيستنس، وبالتالي قيمه المقاومه كامل للاميتر والفولتميتر احنا خدناها قبل كده في حاله الايديال قيمته كام؟ زيرو ريزيستنس. زيرو ايه ريزيستنس؟ قال لك اهوت assuming both an instrument to be ideal the voltmeter with infinity internal impedance and the emitter with ايه zero internal ايه impedance. انت عارف الفولتميتر في حاله الايديال يبقى قيمته infinity والاميتر بيبقى قيمته كام؟ zero internal ايه impedance، وبالتالي الكرنت through the series circuit should be. لو انا عاوز احسب قيمه الاي اس في الدايره دي تبقى عباره عن المصدر على مجموع الايه؟ على مجموع المقاومات الموجوده عندي. طيب فين المقاومات عندك؟ المقاومات اللي عندك الاثنين اللي هو ال 80 اوم وال 120 اوم، يبقى اذا الاي اس هيبقى عباره عن ال 200 على مجموع المقاومتين اللي هم كام؟ 80 زائد كام؟ 120 اللي هم دول 80 اوم و120 اوم بقيمه مين؟ قيمه مقاومه ريزيستنس الخاصه باللمبه. طيب لو انا عايز احسب بقى ترو باور كونسيومد باي ذا 80 اوم، دي اللمبه 80 اوم، احسبها ازاي؟ ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان الباور اللي هي عباره عن اي تربيع في مين؟ في قيمه الفي ار. طب الاي تربيع اللي هي اي اس تربيع اللي هو قيمته واحد، واحد تربيع في كام؟ في 80 بيساوي كام؟ 80 ايه 80 المفروض هنا 80 واط، ماشي 80 واط. طيب ده شكل الـ 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 الرسمه لما دخلت عليها حطيت عليها البيانات. 200 طبعا ده المصدر 200 فولت، ده ال 120 اوم اللمبه الاولانيه، الاميتر مقاومته 1/100 ملي اوم، المقاومه بتاعت الفولتميتر 100 كيلو اوم، وده اللمبه اللي هي مقاومتها 80 اوم. لو انا عاوز احسب هنا بقى في الكيس ده لما خلاص في الحاله الترو بقى مش الايديال، عاوز احسب الاي اس هيساوي ايه؟ نفس الكلام الاي اس اللي هو عباره طبعا الاميتر ريدنج
اللي هو هيبقى عبارة عن السبلاي فولتج على الايكوفالنت ريزيستنس اوف ذا ايه اوف ذا سيركت. يبقى اذا السبلاي فولتج اللي هي 200. طيب فين بقى الريزيستنس ايكوفالنت اللي هي المقاومة الكلية في الدايرة؟ هنلاقي طبعا ان عندك المقاومة دي مع المقاومة ديت بالتوالي، والمقاومة دي فولتميتر مع مقاومة ال 80 اوم بالتوازي. فيبقى اذا المقاومة الكلية قال لك وات سيريز اوف لامب 1 اند اميتر والبارلل اوف لامب 2 اند فولتميتر. فيبقى 200 على 120 زائد 1 من 100، يبقى 1 من 100 مللي، يبقى 1 من 10 في 10 سالب 3. ده سيريز زائد البارلل بقى هيبقى 100 كيلو في 80 على 100 كيلو زائد 80. اذا قيمة الاي اس هتساوي 1.3 من 10000 امبير. هنا هتحسب الاكشوال كرنت طبعا اللي هيمر في اللود. الاي ار، الاي ار عبارة عن مجزء التيار. لو عايز احسب انا قيمة الاي ار في اللود، هنا مجزء التيار عبارة عن ايه؟ احنا قلنا التيار الكلي اللي هو الاي اس، في مين بقى المقاومة اللي مش همر فيها التيار اللي هو 100 اوم او 100 كيلو على مجموع المقاومتين. ده هو اللي عامله بالفعل. قال لك اهوت الاي ار عبارة عن الاي اس التيار الكلي في المقاومة اللي هي 100 كيلو اللي هو مش همر فيها الاي ايه الاي ار اصلا، على مجموع الايه، على مجموع المقاومتين. يبقى اذا الاي ار بيساوي 1.3 في ال 100 كيلو على 100 كيلو زائد 80 بيساوي كام الاي ار؟ طبعا علامة 3.95 امبير، او 3.995 من 10000 امبير. لو عاوز الفولتج اكروس طبعا اللمبه 80 اللي هو الفولتج فولتميتر ريدنج عباره عن ايه؟ الفي ار عباره عن اي ار في مين؟ في قيمه الفي ار. يبقى لو عاوز انا اجيب هنا قيمه الفي ار هنا على الفولتميتر اللي هو طبعا هيقراه على اللود، عباره عن اي ار في مين؟ في قيمه الفي ار اللي هي 80 اوم. يبقى اذا الفي ار عباره عن اي ار في 80، يعني بيساوي كام الاي ار اللي هو قيمته 9995 من 10000 في 80 طلع 79962 من 1000 فولت. لو عايز احسب بقى الاكشوال باور اللي هتبقى على ال 80 اوم، هتبقى عباره عن طبعا الفي ار في مين؟ في قيمه الاي ار. الباور عباره عن في ار ضد سي. يبقى اذا الفي ار 79.9 في قيمه التيار اللي هي 99 من ايه؟ من 100، هتطلع ب 79.9 او 922 من ايه؟ من 1000 واط. لو عايز احسب بقى الباور كونسوميتكم القدره بقى المستهلكه اللوتوميترز عن طريق طبعا الفولتميتر ريدنج والاميتر ريدنج، يبقى اذا هيساوي الفولتميتر ريدنج اللي هو 79 و 962 من 1000 في قيمه الاميتر ريدنج اللي هي قيمه الاي اس اللي هو عباره عن 1 و3 ايه و3 كام و3 من ايه؟ من 10000. هتساوي الباور كونسوميشن 79 و 986 من 1000 ايه؟ من 1000 واط. تمام كده. يبقى احنا قدرنا نحسب الباور الموجوده في الكيس الاولانيه لو الفولتميتر عندك قريب من مين؟ من اللود. حسبناه اللي هو قيمته طبعا في حاله الاكشوال باور ب 79 او 922 من 100 واط. الباور الكوره بقى المستهلكه في الجهازين، جهازين القياس اللي هي بيساوي الفولتميتر ريدنج في الاميتر ريدنج، طلعت بكام؟ ب 79 و 986 من ايه؟ من 1000 واط. لو خدنا بقى الكيس الثانيه بنفس الاسلوب، بيبقى هو بقى الاميتر هو اللي هيبقى قريب من اللود، والفولتميتر هو اللي قريب من ايه؟ من المصدر. هنحسب برضو السبلاي كارنت اللي هو عباره عن السبلاي فولتج على الايكوفالنت ريزيستنس. هنلاقي هنا طبعا ان المقاومه ديت مع مقاومه ال 80 دي توالي، بالتوازي مع مين؟ مع ال 100 كيلو. تمام. يبقى اذا اول حاجه ال 120 ديت توالي، زائد دي توازي مع الواحد من عشره توالي مع ال 80. يعني هناخد اول حاجه واحد من عشره مللي، هنجمعهم مع ال 80 توازي مع ال 100 كيلو توالي مع ال 120. تعال نشوف الكلام ده. يبقى اذا السبلاي فولتج عباره عن السيريز اوف لامب 1 اند بارل اوف فولتميتر اند سيريز اوف اميتر اند لامب 2 زي ما احنا قلنا اهوت. يبقى ديت ودي توالي، توازي مع ال 100 كيلو توالي مع مين؟ مع ال 120 اهوت. يبقى ال 200 على ال 120 توالي، زائد ال 100 كيلو دي توازي في مع مين بقى؟ 80 زائد 1 من 10 في 10 سالب 3، الاثنين مع بعض توالي، توازي مع ال 100 كيلو على مجموع المقاومات اللي هي ايه؟ طبعا ضربهم على جمعهم. طلع الاي اس بكام؟ طلع ب 1.3 من ايه؟ من 1000 امبير. الكرنت طبعا اللي هيبقى هيمر في اللمبه اللي هي 80 اوم، الاميتر ريدنج طبعا في الحاله ديت الاميتر هو اللي قريب من
قيمة اللمبة 80، الـ IR هيساوي بنفس الطريقة اللي عملناها التيار الكلي في المقاومة البعيدة على مجموع الايه، على مجموع المقاومات. يبقى نفس الكلام، هنحسب هنا التيار هنا اللي هيمر IR هيبقى عبارة عن التيار اللي هيمر في المقاومة دي على مجموع الايه، المقاومات دي كلها، طبعا دي مع دي توالي. فهو عمل كده بالفعل، IR بتساوي واحد طبعا من 3 من ايه، من 10000 في ال 100 كيلو على 100 كيلو زائد 80 زائد 1/10 مللي، طلع بكام قيمة الاي ار؟ طبعا ب 9.995 من 10000 امبير. هنجيب برضو الفولتج اكروس على اللمبة 80، هو عبارة عن اي ار في مين، في قيمة الفي ار اللي هو قيمة الاي ار اللي انا خلاص حسبته في قيمة الفي ار اللي هي 80، طلع ب 79 برضو بوينت كام، 96 فولت. الفولتميتر ريدنج اللي هو عبارة عن الاي في في المقاومة بتاعته، لو انا عاوز احسب مين، عاوز احسب الفولتميتر الاي ايه، الفولتميتر ريدنج، قراءة الايه، الفولتميتر. الاي في عبارة عن ايه، الاي عبارة عن ايه، الفي على مين، على الار. الفولتميتر ريدنج عبارة عن الاي طبعا في ايه، الاي في الار، الفولت بيساوي الاي في ايه، في الار، والاي بيساوي الفي على ار. يبقى لو عايز هو الفولتميتر عبارة عن الاي في في مين، في الار مين، في الار في اللي هي 100 كيلو يعني، يبقى الاي في في 100 كيلو اللي هي ار مين، الار الخاصة بالفولتميتر. طب الاي في اصلا بيساوي ايه، الاي في هنا بيساوي ايه، هيساوي برضو الاي اس ناقص مين، ناقص الاي ار. يبقى اوت الاي اس ناقص الاي ار في المقاومه ال 100 كيلو طلع بكام، طلع بكام، ب 80، ب 80 فولت. طبعا الاي اس انت حسبته اللي هو 1/10 و3/10000 ناقص 9.995 من 10000، هيطلع قيمته هيضربها في 10 او 100 كيلو هيطلع بكام، هيطلع ب 80 فولت. لو انت هنا هتحسب بقى الاكشوال باور على اللمبه 80 اوم، هي عباره عن الفي ار في الاي ار، هيطلع نفس الكلام ب 79 و92 واط. القدره المستهلكه انديكيتد طبعا على 2 مترز، الفولتميتر ريدنج في الاميتر ريدنج، يبقى 80 في قيمه الاميتر ريدنج في قيمه الفولتميتر ريدنج طلعت بكام، ب 79 و96 واط. ايه المطلوب في المساله؟ عاوز نسبه الايرور في الحالتين، لما يبقى الاميتر قريب من اللمبه 80 والفولتميتر قريب من اللمبه ال 80. هنشوفه طبعا الايديال باور، عند الباور كانت في A وB على اللود 80 واط، ما فيهاش اي مشكله. لما انا وصلت الحاله الاولانيه كان الاكشوال باور اللي هو على اللود ب 79 و922 من 1000، في حاله B كان 79 و92، هتعمل القيم برضه متكافئه. الميتر انديكيشن بقى اللي هو الحس بقى عن نتيجه القياس، كان فيها نسبه ايرور، كان في 79 في الحاله الاولانيه، 986 من 1000. طبعا لما اطرح ال 80 ناقص الكلام ده هيطلع عندك كنوبس نسبه ايرور 175 من 10000، ده نسبه خطا. في الحاله الثانيه رقم بي لما كان الاميتر قريب من اللود كان قيمه الايرور 9، طبعا 80 ناقص 79 و96 من 100 هيطلع ب 5 من 100. طبعا خدناه قبل كده نسبه حساب نسبه الايرور اللي هو ايه، الايرور اللي هو طبعا اللي هو الميجرد او القيمه الاكشوال ناقص الميجرد على ايه، على القيمه الايه، على القيمه الاكشوال. فطبعا 80 ناقص الكلام ده على 80 طلعت بالقيمه ديت، ونفس الكلام 80 ناقص الكلام ده القيمه ديت على 80 طلعت ب 5 من 100. يبقى ده هو الايه، ده يبقى هو ده المطلوب في المساله بتاعتك. لو بنتكلم بقى ان الباور ميجرمنت ان اي سي سيركت، طبعا هنا هيختلف بقى قيمه القياس القدره. طبعا هنا كنا بنحتاج فولتميتر واميتر لان دي قيم دي سي ما فيهاش مشكله، انما هنا بقى الجهد والتيار بيتغيروا مع قيمه الزمن، فلا بد ان ناخد حسابات او متغير الزمن معايا في حساباتي. فزي ما احنا شايفين المعادله، البي اوف تي بيساوي البي اوف تي في الاي اوف تي، ويرن البي اوف تي في اوف تي اون ذا اي اوف تي ار فاليوز اوف ايه، ميستينيس باور فولتج اند كارنت. طبعا لما بتكلم على موجه ساينسويدال اللي الموجه الاكثر شعبيه للموجه ساين ويف، بقى عندي طبعا التيار بيبقى لاجنج او بقيمه ايا كان لاج او ليد مع قيمه الفولت بتساوي فاي، وبالتالي هقول ان الفي اوف تي بتساوي الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي. ولو بتكلم على التيار يبقى اي اوف تي بيساوي الاي ماكسيمم ساين اوميجا تي بلس نيجاتيف مي ناقص مي ناقص الفاي. وير طبعا الفي ام اند الاي ام البيك فاليو او الماكسيمم فاليو اوف فولتج اند ايه اند كارنت، وطبعا الاوميجا الانجلر ايه فريكوانسي او الايه التردد الزاوي المين المتغيرات ما بين قيمه مين التيار والجهد. فلو انت بتحسب الباور يبقى الباور هتساوي الفي ام اي ام ساين اوميجا تي ساين اوميجا تي ناقص الفاي. طبعا لو انت اتكلمت بقى عشان نسبه قيمه البي اوف تي، هنكمل المعادله بتاعتنا الداله بتاعت بي اوف تي بالنسبه للزمن، هنحصل في النهايه على قيمه ان الباور هتساوي في ماكسيمم على جذر 2
في اي ماكس مع جذر 2 كوساين فاي. طبعا الفي روت من سكوير في ماكس مع جذر 2، وبالتالي ممكن اقول ان الباور تساوي الفي اي كوساين فاي. هوير طبعا الفي اند الاي روت من سكوير فاليوز اوف ايه فولتج اند ايه اند كارنت. وبالتالي هيبقى الشكل طبعا الموجه زي ما انت شايف ده ساينسويدال، ده الفي اوف تي ساين ويف، التيار متاخر بقيمه فاي عن قيمه الفولتج لاي اوف تي، وبالتالي تبقى المحصله عند قيمه مين، قيمه الباور البي اوف تي دي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. يبقى اذا طبعا هنا خدنا الزمن كداله لان قيمه الجهد والتيار بيتغيروا في ايه، في محور الزمن. يبقى الباور هي عباره عن محصله قيمه مين الفولت ومين والتيار. هنتكلم بقى على جهاز القياس اللي بيقيس القدرة في حالة الـ AC. هناخد أول حالة اللي هو الواتميتر دينامومتري أو بيسموه الكهرو ديناميك. بتركب زي ما احنا شايفين من ملف تيار، وهو يتكون من ملفين ثابتين طبعا الـ F والـ F، ده هو ملفات التيار، وملف الجهد اللي هو ملف المتحرك اللي احنا شايفينه قدامنا ده. أول حاجة ملف التيار هو يتكون من ملفين ثابتين F و F اللي هم دول واضحين في الصورة، طبعا من سلك من نحاس ذو مقطع كبير وعدد لفاته قليلة، ويوصل معا على التوالي أو على التوازي، ويمر فيهم تيار إيه تيار. طبعا ده متوصلين بإيه، بالتوالي ده إحنا شايفين، أو ممكن نوصلهم بالتوازي على حسب طبيعة الدائرة. الملف الجهد اللي هو ملف المتحرك اللي هو الـ M، هو يتركب من سلك من النحاس ذو مقطع صغير وعدد لفاته كبيرة، ويوصل معه مقاومة مادية كبيرة كبيرة القيمة R، بالتوالي يتحد من قيمة التيار المار فيه. ويوصل طبعا طرفي المجموعة بالتوازي مع إرادة الحمل، ولذلك فهو يسمى ملف الإيه؟ ملف الجهد، لأنه توازي مع مين؟ مع اللود. محور يحمل ملف الجهد طبعا اللي هو هيلف على أساسه، يرتكز على إيه؟ على كرسي العقيق زي ما إحنا خدنا قبل كده في الجلفانو. طبعا بيتقاس على ملف الجهد، بيبقى فيه موجود عندك مؤشر يثبت على المحور ويتحرك أمام تدريج إيه؟ تدريج الواتميتر أو تدريج المطاط زي ما إحنا شايفين في الصورة. طبعا في عندك زنبوركان حلزونيان يوصل على عن طريقهما التيار الى الملف المتحرك، ويستعمل الحصول على عزم الايه، على عزم التحكم. طبعا الاهم من السوسته او السوسته دي طبعا ده احنا خدناها قبل كده، ان هي طبعا بتعيد اتزان مره ايه الوضع الصفر مره ثانيه عند زوال ايه، عند زوال المصدر. والحاجه الثانيه هنا زي ما احنا شايفين، هي طبعا عن طريقهم بيتم توصيل الايه التيار الى الملف الايه المتحرك، وبرده بنستعملهم لعزم التحكم ان هو عوده مره ثانيه المؤشر إلى صفر التدريج. يركب على الطرف الأسفل للمؤشر ذراع مكبس يتحرك داخل أسطوانة هوائية، وذلك لمنع إيه ذبذبة المؤشر اللي هو ده، اللي هو الثقل ده، ده اللي بيعمل إيه، بيحاول يحافظ على اتزان الإيه، اتزان المؤشر حتى يتحكم فيه يعني، ومنع ذبذبة الإيه المؤشر. لو اتكلمنا عن نظرية العمل، عند توصيل الجهاز بالدائرة الموضحة في شكل واحد إحنا قدامنا ده، يمر التيار طبعا الحمل في الملف الثابت ده زي اهوت المصدر ده اللود، التيار هيمشي في الملف الثابت، ملف الثابت هي طبعا نتيجة السوستة، هيمر تيار لاي 2 في الملف الايه المتحرك، هيولد فيه طبعا مجال مغناطيسي، وهيؤثر هي بالتأثير هيولد فيه فرق جهد. اهوت يمر تيار الحمل في الملف الثابت اللي هو الاف، فينتج عنه مجال مغناطيسي يتناسب مع جي التيار، طبعا عارفين ان التورك بيتناسب طردي مع مين، مع التيار. وكذلك يمر التيار في ملف المتحرك اللي هو الـ M، فينتج عنه مجال مغناطيسي يتناسب مع فرق الجهد اللي هو تولد في مين، على الملف المتحرك. وحيث أن الملف المتحرك يقع في منطقة المجال للملف الثابت، هنا مجال مغناطيسي ده في الحيز بقى بتاع الـ A في مجال المغناطيسي المتولد، فإنه تنشأ قوة تؤثر على جانبي الـ A الملف المتحرك مما ينشأ عنه عزم دوران، يجعل الملف المتحرك يتحرك ويحرك المؤشر في اتجاه إيه معين. ويتوقف المؤشر عن الحركة عندما يتساوى عزم الدوران مع عزم التحكم، ونتيجة لوجود طبعا السوس أو الزنبرك، يساعد طبعا السوس أو الزنبرك على إيه المؤشر على العودة إلى وضعه الإيه الأصلي. يبقى إمتى المؤشر هيثبت؟ لو ما يتساوى عزم الانحراف مع عزم الإيه التحكم، طبعا المسبب فيه الثقل اللي قلنا عليه قبل كده، تمام، نتيجة الإيه السوس أو الزنبرك متوصل فين في الملف المتحرك. طيب يلاحظ بقى في حالة توصيل الجهاز بداية التيار المستمر، عزم الدوران اللي هو عزم الانحراف يتناسب مع تيار الملف المتحرك ومع كثافة الفضل المغناطيسي داخل الملف الثابت.
والتي هي بدورها تتناسب مع هيئة التيار الملف الثابت. يعني بمنتهى البساطة عشان الناس ما تتوهش، أنا أوصل هنا مصدر هيمر هنا تيار هيولد مجال مغناطيس طبعا رايح من F لF. هنا الملف بتاع الجهد أو ملف المتحرك ده موجود في حيز الإيه، في حيز المجال المغناطيسي. طبعا الحيز ده هيخليه يولد في عزم، العزم ده هيعمل إيه، هيحرك لإيه المؤشر. إمتى المؤشر يثبت؟ على وضع لما يبقى عزم الانحراف هيتناسب مع عزم التحكم، ولا بيتحكم في مين، في قيمة المؤشر. طبعا لو انا بتكلم على تيار دي سي هيبقى تناسب طبعا في تيار ايه الملف المتحرك ومع كثافه الفضل المغناطيسي داخل الملف الثابت. طبعا دي بتناسب ايه مع سير التيار الملف الثابت. يبقى اذا هستنتج من هنا ان عزم الدوران بتناسب طردي مع شيل التيار الملف المتحرك في شيل التيار الملف الثابت. وحيث ان التيار المار بملف المتحرك يعتمد على قيمه الجهد، عزم الدوران يتناسب طردي مع ملف مع فرق الجهد الملف المتحرك في شيل التيار الملف الثابت، وعزم الدوران يتناسب طردي مع القدرة المستهلكة بالحمل. وعليه يكون ان طبعا في عندك عزم انحراف بيتناسب مع القيمة اللحظية تيار الايه الاي 1 والاي 2. الاي 1 في الملف الثابت والاي 2 هي في الملف المتحرك، وبالتالي ان التورك او عزم انحراف هيتناسب طردي مع الاي 1 في الاي 2، وبالتالي الملف المتحرك طبعا بيتناسب مع فرق الجهد. يبقى اذا ممكن نقول ان التورك يتناسب مع مين، مع الاي 1 في مين، في الفي. تمام، لان عندك اي 2 هيمر في ملف اللي مقاومه، يبقى طبعا اي في ار ولد مين، ولد فرق جهد. يبقى اذا التورك او عزم الانحراف هيتناسب مع اي 1 اللي هو التيار المار في ملف الثابت في الفولت. طب الاي 1 في الفي عباره عن مين، عباره عن الباور، وبالتالي يبقى عزم الانحراف يتناسب مع مين يا جماعه، مع القدره اللحظيه فين للملف في المتحرك اللي هي الباور. يبقى اذا التورك يتناسب مع مين، مع البي. طبيعي طبعا لو كان الملف المتحرك عندك ده خاص طبعا لا يستطيع تتبع التيارات السريعه التي تحدث في التيارات في التيار المتردد نتيجه عزم الكسور الذاتي للمؤشر. في الحاله دي طبعا بياخذ الملف وضع الاتزان عندما يتساوى عزم التحكم مع القدره الايه الحقيقيه للدائره، اي ان عزم الانحراف للجهاز يتناسب مع القدره الحقيقيه الايه للدائره الحمل. وبالتالي طبعا هنا ناخد بالنا واحنا بنوصل لازم يراعى الدقه في توصيل يا جماعه اطراف ايه الجهاز بدقه عند ايه عند التشغيل، وخصوصا في حاله التيار المتغير. يمتاز الوتميتر الكهروديناميكي بدقه الصناعه مما يجعل كفاءته عاليه، ولذلك يستخدم الاغراض المعايره وتتساوى كفاءه الجهاز في حاله الاستخدام سواء في التيار المتغير او الايه او المستمر. في عندي بقى اخطاء بيتعرض لها الوتميتر الكهروديناميكي. اول حاجه الخطا الناتج عن اختلاف الايه عن اختلاف التوصيل اللي هو الايرور ديو تو ديفرنت كونكشنز. ممكن اوصل انا الوتميتر في بطريقتين زي كده، لطريقه اما طريقه واحد لا اما طريقه اتنين. ده الوتميتر ملف الجهد وملف التيار، وده برضو الوتميتر على حسب بقى هنا اللود المقاوم هنا بعد الوتميتر وهنا الار قبل الوتميتر. كل طبعا رسمه بقى لها تفصيل. يوضح شكل واحد اللي هو ده ان تيار ملف الجهد لا يمر خلال ملف التيار، تيار ملف الجهد يمر خلال اي ملف التيار، بينما الشكل بي نجد ان تيار ملف الجهد يمر خلال ملف الايه خلال ملف التيار. يبقى ده الشكل ا ملف الجهد مش هيمر، التيار مش هيمر في ملف الايه في ملف الجهد، اما الشكل الثاني لا التيار او تيار الملف الجهد هيمر في تيار ايه ملف التيار. والمفروض ان القراءات الوتميتر تعرض قيمه القدره المستهلكه في الحمل، ولكن القراءه الفعليه تكون اعلى قليلا، وذلك بسبب القدره المفقوده فين في دوائر الاجهزه. وطبعا بتكون قيمه الخطا الناتج بتعتمد على طريقه ايه على طريقه التوصيل. يبقى اول خطا عايزين نعرفه باختصار الموضوع يعني هيبقى اذكر اخطاء الوتميتر. هتقول لي اول حاجه الخطا الناتج عن ايه، عن اختلاف التوصيل وخلاص. هتقول لي ان طبعا قراءه الوتميتر بتعطي قيمه القدره المستهلكه في الحمل، ولكن القراءة الفعلية بتكون أعلى قليلا من يا جماعة بذلك بسبب القدرة المفقودة في دوائر إيه الأجهزة. وطبعا بيختلف قيمة الخطأ نتيجة التوصيل أو تعتمد على طريقة التوصيل إيه الوتميتر. الخطأ الثاني نتيجة الممانعة التأثيرية لملف الجهد الـ error due to voltage coil inductance. طبعا في أجهزة الكهروديناميكية يفترض أن ملف الجهد لا يكون له أي ممانعة تأثيرية، فيكون التيار يساوي الـ V على R اللي هي قراءة الوتميتر تتناسب مع متوسط عزم الانحراف اللي احنا قلنا ان هو ايه الاي 1 في اي 2 كوزين ايه سيتا، حيث تستهي الزاويه بين ايه بين التيارين، التيار اي 1 اللي هو في الملف الثابت واي 2 اللي هو في الملف المتحرك.
الخطأ الثالث نتيجة السعة في دائرة ملف الجهد اللي ديته كاباسيتنس ان فولتج كويل سيركت. دايما توجد دائرة ممانعة سعوية صغيرة في دائرة ملف الجهد اللي هو طبعا الملف المتحرك، وخصوصا في مقاومة التوالي، وهي تعمل على تقليل الزاوية وبالتالي تقلل الخطأ الناتج عن الممانعة التأثيرية لملف الجهد. وفي بعض الواتمترات يوصل مكثف بالتوازي مع مقاومة التوالي كي نجعل دائرة ملف الجهد غير ايه غير حسية. وإذا كان التعويض كبيرا فيجعل المفاعل النتيجة سعوية، وفي هذه الحالة نجعل الألفا سالبة في التعبير السابق. الخطأ الرابع نتيجة المجالات الطائشة يوردي تو سبراي فيلدز. نظرا لأن المجال العامل لإدارة هذه الأجهزة صغير، فإنه من السهل أن تكون معرضة لأخطاء المجال الطائش، فيجب أن تحتفظ بعيدا عن المجالات الطائشة. وفي الأجهزة جيدة الصنع يمكن إهمال الأخطاء الناتجة عن المجالات الطائشة اللي هي السبراي فيلد، لأنها تكون ذات قيمة إيه صغيرة. السبراي فيلد اللي هي المجالات اللي هي منتشرة بعيد عن الإيه عن الملفات، فطبعا بيبقى لها تأثير، فممكن في بعض الأجهزة أهملها. الخطأ الخامس خطأ نتيجة التيارات الدوامية أو الإعصارية اللي هي إي دي كارنت. طبعا بتظهر التيارات الإعصارية في الأجزاء المعدنية المصممة للجهاز بتأثير المجال المغناطيسي المتغير لملف التيار، وتتوقف قيمته على قيمة المجال المغناطيسي إيه وزاويته. والمجال طبعا الرئيسي والمجال الإعصاري يكونان محصلة مجال أقل من قيمة مجال التيار إيه ملف التيار، ويتأخر محاصرة المجالين بزاوية صغيرة عن مجال إيه تيار ملف التيار. يبقى دي الأخطاء اللي إحنا هنقولها. اشرح الوات ميتر الكهروديناميكي أو الديناموميتري، نظرية عمله مع شرح مع شكل الدايرة، وأنواع الأخطاء بشرح مستفيض. ممكن نكتب بس اذكر أنواع الأخطاء وخلاص. لو اتكلمنا بقى عن نوع تاني اللي هو بيسموه الاندكشن وات ميتر، اللي هو الوات ميتر الحسي. طبعا يستخدم الوتميتر الحسي مع مضاد التيار المتردد فقط، انما الوتميتر الدينامومتري اللي هو الكهروديناميكي ده كان يستخدم مع التيار المستمر والتيار المتردد. تركيبه بيتركب من ايه الوتميتر الحسي؟ بيتركب طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي، هنشوف مع بعض. ده التركيب بتاعه، مغناطيسي مغناطيسين كهربائيين مكونين من رقائق، احدهما يصهر بواسطه تيار الحمل والاخر بواسطه تيار يتناسب مع جهد الدائره التي يقاس قدرتها. قرص من الألمنيوم، وهو طبعا يقطع بالفيض الناتج من المغناطيس وينتج عزم الانحراف من التفاعل بين هذين الفيضين والتيارات الدوامية الناتجة عنهما في القرص الألمنيوم. حلقة نحاسية أو أكثر تركب على الذراع الأوسط للمغناطيس العلوي، وهو المغناطيس المثار بالتيار المار في ملف الجهد، وذلك لنجعل الفيض الناتج من المغناطيس الآخر 90 درجة عن عن الجهد المسلط. يبقى زي ما أنت شايف عندي طبعا مجالين مغناطيسيين، وطبعا ده اللي هو المتوسط الالومنيوم ديسك اللي هو بيلف بيقطع المجال ما بين المغناطيس الاول والمغناطيس التاني. طبعا ده شكل المغناطيس، بياخد حرف يو كده وفي او حرف الاي، والتاني طبعا مقابل ليه، وطبعا ده الايه المؤشر بتاعنا، وهنا الديسك اللي احنا هيحصل عليه ايه اللي هو هيقطع المجال المغناطيسي بالنسبه لنا. ويوضح طبعا قرص الالومنيوم بين المغناطيس او بين المغناطيسين اللي هو ده، بحيث يكون مغناطيس الجهد التوازي اعلى القرص، ويكون مغناطيس التيار التوالي اسفل الايه القرص. ده التيار طبعا وده الجهد. ويلاحظ ان اوضاع المغناطيسات في كل حاله تكون بحيث يقطع الفيض الناتج الكرة الايه المتحرك. يبقى ان الفيض هينطق من هنا لهنا، القرص ده لما يلف هيعمل ايه؟ هيقطع المجال الايه المغناطيسي الناتج. طبعا ده بيوضح لك السورس، ده السبلاي، وهنا الملفات النحاسيه الكبر شادنج اللي هي ديت. الكرسي الالومنيوم ديسك ده هو ده مغناطيس التوازي شنت اوف فولتج ماجنتيك اللي هو اللي فوق، وطبعا السيريز اوف كارنت ماجنتيك اللي هو الايه اللي هو طبعا تحت. فاحنا قلنا القرص بيقطع المغناطيسين اللي فوق ده مغناطيس الجهد، واللي تحت مغناطيس الايه التيار. نظرية العمل شكل 1.25 اللي هو احنا شايفينه قدامنا ده، طبعا بوضح لك فيديو ديجرام ما بين الاي والاي شانت، وعندك هنا طبعا الفاي المتولده في ملف التيار وملف الايه او جزء التيار وجزء الجهد بينهم دوت الفاي. فقال لك هو توضح طبعا شكل، يوضح بيان المنتجات الوتميتر. فاذا فرضا الفيض المغناطيسي التوازي اللي هو الفاي شانت اتاخر 90 درجه عن الجهد المسلط اللي احنا اللي هو الجزء اللي فوق، طبعا ده من ان بسبب الحلقات النحاسية اللي هي بتقطع المجال المغناطيسي من ملف أو من مغناطيس الجهد ومغناطيس التيار، بيحصل عندك هنا زاوية تأخر قد تكون أقل من 90 درجة.
ولكن في استخدام الحلقات النحاسية يمكن ضبط الزاوية لتصبح كام 90 درجة. إذا اعتبر الحلقة النحاسية بمثابة ملف ثانوي لمحول، يكون ملف الإبداع عبارة عن ملف الجهد. وحيث أن التدفق يحيط بالحلقة النحاسية فإنه تتولد به قوة دفع كهربية اللي هي الإي باك. وتكون الحلقة الدائرة مقفولة فيسر بها تيار أي بي، ويكون الأي بي هو مركبة التيار في ملف الإفزائي التي تعادل تيار الحلقة. كما تضحي طبعا هنشوف دلوقتي في شكل ايه بي، وتكون طبعا الامبير لفات الاي بي ام 1 تساوي ضاد الامبير لفات الاي بي ام 2، ويصبح تيار كل اي بي في ملف الجود ومعاصي التيار المغنط الاي بي والاي اي والاي نو. ومن ذلك تنتج زاوية وجه اللي هي الالفا بين الضفر ومقدس الفاي والتيار اي بي، ويمكن التحكم في قيمة الزاوية الفا بعيد الطرق منها. واحد، تغيير قيمة القوة الدفع الكهربية المتولدة في الحلقة وذلك بتحريكها على الذراع الأوسط إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا، فعندما تنقص قيمة الـ AB ينقص الـ IB وينقص الـ IB وبذلك تقل الزاوية إيه يا جماعة؟ الزاوية ألفا، وعلى العكس بالعكس. يمكن تغيير الزاوية أو قيمة الألفا أيضا بتغيير سمك الحلقة فيتغير معوقتها وبالتالي يتغير التيار بها، وهكذا يمكن تغيير قيمة الزاوية بحيث يكون في هذه الحالة إيه تدفق فاي متأخر عن الجهد إيه ايه بزاوية مقدارها كام؟ بزاوية مقدارها 90 درجة. كده احنا خلصنا الشابتر الخامس، يعني هنركز فيه على طبعا ازاي نقيس او المسائل الموجودة ازاي نقيس في حالة الدي سي عن طريق فولتمتر واميتر، وخدنا جهاز القياس اللي هو الواتميتر الكهروديناميكي، وخدنا نسخة عمله والاخطاء اللي موجودة فيه، وخدنا طبعا يعني نبذة سريعة على الواتميتر الحسي. يعني ممكن الوتمتر الحسي ما يبقاش محل تركيز قوي بالنسبه لنا، ولكن بس انا كنت حابب ان انت تعرف شكله وتركيبه بحيث لو انت تعرضت ليه بعد كده تبقى انت فاهم فكره تعمله ايه وتركيبه وشكله ايه. في نهايه المحاضره طبعا نتمنى لكم افضل حال، وان شاء الله تكونوا استفدتم من المحاضره دي، وان شاء الله نشوفكم باذن الله في المحاضره القادمه على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.